الله يعطيكم العافية شباب، معكم أخوكم زكريا إبراهيم من شركة ريد كاردينال. اليوم موضوعنا بالجديد عن منتج الفاست ملتي باور، اللي هو منتج بديل عن البذور المستنبتة. رح نحكي الفوائد تبعته وكيف طريقة استخدامه. طبعاً المنتج هو نستخدمه ينتقع مع المي بمكيال واحد من فاست ملتي باور، مكيال ونص مي. الفوائد استخدامه وإيش مكوناته؟ بيحتوي على بروتين، بيحتوي على دهون، بيحتوي على فيتامينات، وهاي الأشياء كلها حتى بيحتوي على نسبة من منشط الكبد. هاي الأشياء كلها مهمة للفراخ حتى تنمو بشكل جيد. كمان بنستخدمه في تجهيز للطيور، في مرحلة تجهيز للطيور قبل لا يصير عندنا غير، قبل لا يصير في موسم بنستخدمه في التجهيز. الإشي الحلو فيه إنه لما نخلط مع المي، لما نضيف عليه مي، نقدر نضيف مع المي اي شيء احنا بدنا اياه. بنضيف منصه كبد بنقدر، بكتيريا نافعه بنقدر، نكتن اس، نكتن اي، فيتامين، معادل حموضه، اس ما بدنا نضيف مع المي بنقدر نضيف معه. هلا خلينا نشرح لكم كيف طريقه التحضير وكيف بننقعه وبنخلط مع الاكسود وبنطعم العصافير ان شاء الله. بدي اجيب مكيال من منتج الفاست مالتي باور. هاي مكيال، طبعا بضيف الإيج فود بنفس المكيال، وممكن اني اقدمه زي ما هو بدون إيج فود. المي بدي اخلط معها مثلا انا نكتن اس اليوم، انا بالتجهيز بدي اخلط نكتن اس، بضيف الجرعة الصحيحة المناسبة. بحرك المي على اساس لاني ضفت عليها بودره منتج النكتن اس علشان تتجانس مع المي. طبعا بقدر اضيف نكتن اس، بقدر اضيف معه كمان منشط كبد بنفس اللحظه، بقدر اضيف بكتيريا نافعه بنفس اللحظه. هاي بدي اضيف كمان بكتيريا نافعه. طبعا معلش العيارات لازم تكون ادق، ولكن عشان يوصل الشرح او يوصل الهدف من الفيديو استخدمنا العلبة الكبيرة. حتى مربي بيربي كنار لون بده يضيف صبغة، بده يضيف اصباغ، ما في مشكلة. كمان هلا بنضيف 1.5 مي وبنتركه لمدة 40 دقيقة او اكثر، او نص ساعة او اكثر. طبعا لما ضفناه بنحركه على اساس يتجانس مع المي، وكل كامل الكمية اللي ضفناها تتجانس مع المي حتى انه كله يمتص المي وينفش بشكل صحيح. طبعا في فترة الموسم التزاوج احنا بنقدمه بشكل يومي للافراخ، لانه الاناث بدها الطعمي، الناس بدها الطعمي، بدها الطعمي الايج فود، بديل الايج فود مع مستنبت، جزر بروكلي، ايش الخلطه اللي بحب يحطها المربي هو حر. ولكن الفراخ بدون ما انت تعطي ايج فود، بدون ما تعطي بروتين، بدون ما تعطي دهون، فيتامينز، املاح، معادن، ما الفراخ رح عندك مشكله في النمو، ما رح تنمو بالشكل الصحيح. الان انا مجهز طبعا من اول المنقوع، تقريبا بعد نص ساعه نشوف كيف رح يصير. هلا بدنا نضيف عليه ايج فود بنفس المكيال اللي انا استخدمته، بضيف الايج فود. مكيالين، مكيال من الفاست ملتي باور ومكيالين ايج فود. طبعا بيقدر المربي كمان يضيف لغاية 3 مكيال ايج فود، ما في مشكلة. بنخلطهم وبنحصل على رطوبة ممتازة حتى الإناث ما تتأثر وهي طامة.
تكون عملية الزق نفسه تكون عملية ممتازة، والصراخ تاخذ حقها زي هيك. هلا هيك خلص صار جاهز، ما في شيء ثاني. يعني الطريقة سهلة وبيقدر أي مربي، حتى لو ما كان عنده وقت المربي، لو كان وقت ضيق ما عنده أي مشكلة في تجهيز الخلطة. سريعة جدا. هلا بنطلع من الفراغ. بحط كمية كافية، بقدر أنا إيش الكمية اللي بدي أحطها حتى تكون إنها الكمية كافية لعدد الفراخ الموجود عندي. الأنثى هاي الأنثى أتوقع عندها فرخين، يعني حتى ما شاء الله كمان هي مطعمية ثانية. طبعا الحلو فيه انه كمان بينترك لثاني يوم مشان ما يصير في مشاكل فطريات خلال فتره المساء بالليل. البذور المستنبته يفترض المربي في البذور المستنبته يستخدمها فتره الصبح ويبدلها العصر. بالعصر بنحط بديل المستنبت افضل حتى ما يصير فنجس اوفر هناك، ما يصير في فطريات خلال الليل. نسيب كمان بطعم الطيور كلها كاملة إن شاء الله. بطعم حلو والفراخ تكون تسمى بشكل صحيح وجيد إن شاء الله. وأي استفسار حلو خدمة، الله يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم شباب.